السلام عليكم، يسعد مساكم اصدقائي، يا رب تكونوا بألف خير. ورجعت لكم بفيديو جديد. اول شيء اصدقائي بعتذر عن التأخير بتنزيل فيديوهات، والله بس مريض شوي، حتى صوتي واضح من صوتي ان انا تعبان، فما كنت قادر اسجل فيديو او اني احكي بصوتي، فاتمنى منكم تعذروني اذا طلع مني انه صوتي مش واضح او طلع مني غلط بالحكي، فاتمنى منكم تعذروني. فاوكي، اليوم نزلوا متجر الغامض تبع التخفيضات، فحبيت اني اسوي عليه فيديو وما فتحت موقع لحد الان، قلت خليني افتحه معكم ونشوف كم نسبة التخفيض اللي راح يعطوني اياها وشو السكنات الموجودة داخل هذا الموقع. وما بعرف راح نشتريهم ان شاء الله كلهم، اذا طلعوا سكنات اسطورية راح نشتريهم كلهم، فما بعرف انا شو راح يطلع فيه الموقع. خلينا نفوت على الموقع سوا ونشوف شو فيه. اوكي اصدقائي، خلينا نفوت هون على الموقع هذا، متجر رمضان الغامض اسمه. اوكي خلينا نشوف كم نسبة التخفيض بيعطوني اياه. الموقع اللي فات اعطوني فيه نسبة تخفيض صراحة اسطورية، فما بعرف هذا الموقع شو راح يعطوني فيه، يعني شو نسبة التخفيض اللي راح يعطوني اياها. فاوكي خلينا نجرب. اوكي لازم نعمل له ستوب من هون، لا خليه يمشي يمشي. اوكي خلينا نعمل ستوب من هون، شوف كم. لا 50. طيب يمشي يمشي. التسعة. لا وقفت على 2 يا حرام، 52% بس. يعني والله نسبة بيت صراحة. اوكي خلينا ندخل على الموقع. اوكي هون سكن البنت، هذا هون سكن البنت، خلينا نشوف شو فيه. اوكي شو الاشياء اللي حاطينها هاي، يعني حاطين بي 90 وحداء وبطاقة، شو هاد والله، شو هاي السكنات يعني. اوكي في هون سكن هذا الجاكيت تبع الحب، اعتقد ما عندي اياه انا، والشنطة كمان ما عندي اياها. اتمنى منكم بس تعذروني اصدقائي على الصوت، والله ما بعرف اني مبحوح صوتي. خلينا نقلب على سكن الشاب اول شيء. اوكي هون سكن الشاب سعره 719، يعني لازم نصرف كتير جوار عشان ناخده. اوكي في عنا هون اليوم بي والمزلجة ومش عارف الشاطئ هاد شو السكنات هاي يا اخي، والله حرام عليكم يا اخي، حطوا سكنات الواحد يستاهل يصرف عليها فلوس. يعني سكنات هاي شو بدي اسوي فيها؟ اوكي راح اسوي فكره، ما دام هم سكنات يعني حرام اصرف جواري عليهم، راح اسوي خطه شريره مثل ما بيقولوا، راح اسوي خطه شريره متقاطعه راح تكون. اوكي هذول سكنات خايسه حرام اصرف جواري عليهم، يعني وعندي اياهم يعني ثلاث ارباعهم عندي اياهم، فراح اسوي خطه بديله. استنى شوف شو راح اسوي. خلونا نشتري اول شيء هذول البطاقات ماكس. اوكي شراء، هذه اسمها الخطة البديلة يا اصدقائي. اوكي وعندنا بطاقات هون ماكينة الاسلحة كمان ماكس، خلينا نشتريهم. اوكي هو الاشياء اللي بالموقع دي يعني اشياء كلها يعني صراحة حرام اشتريها، يعني عندي يعني ثلاث ارباعهم عندي اياهم، فحرام اصرف جواهري عليهم، فرح نعمل الخطة البديلة يا اصدقائي. اوكي اشترينا هذول كمان الاسلحة. اوكي تبع اليوم بي هذا اليوم بي، انا بتمنى يطلع لي دائم، قديش صرفت عليه وما طلع لي دعم. اوكي والله صوتي ما بعرف شو عم كيف طالع صوتي، والله ما بعرف. اتمنى منكم تعذروني كمان مره اصدقائي. اوكي خلينا نشتري من هون، شو لازمنا من هون كمان، هون بطاقات دايموند ريال عندي اياهم، عندي قريب 100، خلينا نشتري سكن بطاقات دايموند ريال ما بلزموني. اشتريت بطاقات الحاضنه وبطاقات ماكينه الاسلحه، فاوكي بكون خلصنا من هون، ما عاد بدنا شيء من هون، كل شيء اشتريناه. اوكي خلينا نقلب على سكن البنت، نشوف شو في بسكن البنت. اوكي كمان راح نعمل نفس الخطه لانه كمان الاشياء خايسه اللي هون، خلينا نشتري بطاقات لماكينه الاسلحه ماكس. اوكي وشو تاني اوكي بدنا الجاكيت هذا تبع الحب كمان، خلينا ناخده، وما بعرف اذا عندي اياه ولا لا فعادي. اوكي وشو كمان، اوكي شو حكينا كمان، الشنطة كمان أنا ما عندي إياها، هذه الشنطة أنا متأكد إنه هذه ما عندي إياها، الشيء الوحيد اللي أنا متأكد إنه ما عندي إياها. أوكي شو ضل هون، شو ضل بدنا ناخذ من هون. أوكي هذول كلهم عندي إياهم وخلصوا الجواهر أصلاً، فأوكي خلينا نشتري بالباقي جواهر، ما بعرف قديش عندي 251 جوهرة، خلينا نشتري فيهم بطاقات. أوكي هيك بنكون خلصنا من الجواهر وخلصنا من هذا الموقع، موقع خايس صراحة، يعني ما فيه شيء حلو غير سكن مو حلو كمان لأنه نادر بس. فاوكي خلينا ندخل على الحاضنة، هون الخطة البديلة يعني. اوكي الاشياء اللي هم كمان الجواهر انا حرام استخدمها هذه الاشياء، فاشتريت يعني تقريبا نص المتجر اشتريته. اوكي ناخذ اول سبيل،
هدول بطاقات اشتريت تبع الحاضنة هدول. خلينا نضرب اول سبين، اشتريت بطاقات الحاضنة هدول واشتريت تبع الاسلحة كمان، فهي هي الخطة البديلة يا اصدقائي. فما بعرف اذا بدي يعطونا فيهم بطاقات، يعطونا فيهم قناع. والله اول قناع، والله اول سبين واول قناع. اوكي شفتوا الخطة البديلة يا اصدقائي، هذه خطة شريرة اسمها، هذه الخطة البديلة. والله عن جد يعني من اول سبن يعطوني قناع، والله شيء اسطوري. اوكي هذا اول قناع، والاشياء الثانية خايسة بتقدم ريال وما شابه. اوكي ناخذ سبن اللي بعده، هذا اسمه النصب على قرينا يا اصدقائي. نصب بس حلال، نصب حلال هذا. اوكي هذا سبن كويس، اعطونا فيه كرت، يلا شيء كويس يعني، نوعا ما شيء كويس. اوكي لو صار عندنا ثلاث، عندي ثلاثة ذهبيات واثنين اقنعة. اوكي فما بعرف، ما بعرف قديش حقه هو السكن هذاك، شو لازم اجيب عشان اخذه اول سكن فيهم. اوكي يلا قناع 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 بليز، قناع بليز، قناع بليز، بليز. انا بقول بليز وما بقولوا لا يا اصدقائي. اوكي يلا يلا قناع 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 بليز، قناع بليز، قناع، لا قناع، والله قناع، والله طلع لنا قناع. اوكي صار عندنا قديش هو هذا القناع، صار لنا ثلاثة ذهبيات وثلاثة كروت حمر، ما بعرف قديش بده هو. اوكي هون بده هذا خمسة ذهبيات وثلاث اقنعة. اوكي يعني بدنا اثنين ذهبيات تو. اوكي تو الذهبيات بليز، الذهبيات بليز. والله اصدقائي ما بعرف، الله الله يعلم يعني كيف بسجل في صوتي قاعد يعني، والله تعبان كثير. اوكي سبن الخايس هذا مش مشكلة عادي. يلا ناخذ كمان سبن، بدي الذهبيات بليز، الذهبيات رح يخلصوا. اوكي واحدة ذهبية، صار عندي أربعة، صار عندي أربعة، بدي واحدة بس، بس ما ضل معي كروت بليز، بليز بس واحدة، واحدة صفرة، واحدة صفرة قناع والصفرة. والله طن كيفك، كيفك والله، اعطوني قناع واحدة صفرة كمان، والله كفو هيك نقدر، اعتقد انه نقدر نجيبه للسكن. اوكي والله ما بعرف كيف اعطوني اياهم، خلينا ندخل على السكنات. اوكي هم السكنات صراحة، صراحة السكنات كلها اسطورية، فهذا بس انا اللي عجبني فيهم انه هو اغلى واحد، هذا اللي هو حقه طبعا ثلاث كروت وخمسة حجرات صفر، فأنا اكيد راح اجيبه هو. فاوكي نكبس شراء، والله سكن اسطوري، بس مشكلته بالراس، الراس اللي فيه، الراس ما بعرف كيف مسوينه هيك مثل الديك، ما بعرف كيف. اوكي سكرين شوت. اوكي والله سكن خرافي، شوف يا اخي هيك بلمع. اوكي هذا الراس بس لانه الراس معدلين عليه شوي كان احلى والله. اوكي نعمل تزويد على السريع. اوكي نطلع من هون. هذا السكن والله، والله اسطوري يا اخي، والله اسطوري، بس الراس لو انكم معدلين على الراس عاملينه زي قناع شغله هيك والله كان احلى، طلع هاي احلى قلبي لكم اصدقائي. اوكي خلينا ندخل على الحاضنه مره ثانيه، لا الحاضنه خلصنا منها. اوكي خلينا ندخل على اللوكي ريال، هاي تبع السلاح، هذا السلاح عن جد خاصيته اسطوري يعني، السرعه فيه اثنين زياده والمدى واحد زايد والمخزن بس فيه واحد ناقص. المخزن سلاح بعيد عادي مش مشكله، بتحط له مخزن 3 او تحط له مخزن 2 عادي يعني، بكون يعني مش عيب فيه يعني هذا الشيء. فاوكي عندنا هون في السلاح هذا والقنابل، لا القنابل هذول بليز، لا لا القنابل، الا القنابل انا بدي عندي قنابل والله مليان، والله لو برميهم بفجر الدنيا فيهم. اوكي هذا اول سبن، اوكي اول سبن نقول يا رب يا رب، بليز بليز بليز، شو سكن، شو سكن، قلت لكم اصدقائي والله مريض. اوكي ناخذ سبن اللي بعده، يلا بليز. 24 ساعة بدون كرت، اللي بيعطوك اياه دائما بيعطوا عليه كرت احمر. اثنين وعشرين، اوكي يلا بليز بدون كرت احمر، لا حرام بليز اعطوني اياه، والله سكن مصدوري، وانا ما عندي سكن اصلا للسلاح هذا الاي ان 94، انا ما عندي له سكن، فبليز يعني بليز. هذا كومبليكيتد.
لا والله السلاح كيفك؟ والله السلاح متأكدين ولا 24 ساعة؟ إذا 24 ساعة قولوا لي عادي عادي ما تخافوش. أوكي خلينا ناخذ السكرين شوت. والله داعم يا أخي والله داعم. شوف مرة ثانية هذا، شوف شوفوا بالله عليكم، يعني هذه يعني هذه قنبلة بالله عليكم. شوفوا شوفوا الشنبات، انتم شوفوا الشنب تبعه كيف يا اخي، اقسم بالله يعني هذه القنبلة والله بتنفع لوجو للقناة. اوكي والله حصلنا عليه، اقسم بالله سكن سكن عن جد خرافي. انا اول ما شفته قلت بدي اجيبه، بدي اجيبه هذا السكن. اوكي ناخذ الاشياء هذه الهدايا. اوكي والله حصلنا عليه في النهاية، لفينا لفينا حصلنا عليه. اوكي عندي سكن البنت هون، عندي 94 بطاقة تحت، ما بعرف سكن البنت، انا ما بتعرف اصدقائي، انا ما بستعم ما بستخدم شخصية بنت فما بتلزمني. اوكي خلينا ندخل على الباكجات اللي اخذناها من المتجر الغامض. اوكي هون الباكجات، هاي تبع الصور، منين بتيجي تبع الصور يا اخي؟ والله ما بعرف. اوكي خلينا نفتحهم على السريع. اوكي لا اوكي ما عندي شيء منهم، انا ولا شيء منهم هذا. اوكي نفتح ان شاء الله يعطونا بس شيء دايم، ولا شيء دايم. يلا بليز اعطوني الشوت جن، بس الشوت جن اعطوني يا دايم. اوكي 24 ساعة كل وقت كله، ما في ما في شيء دايم. نفسي يا اخي اعطوني شيء دايم بس. اوكي والله الشوت جن، والله اعطوني الشوت جن دايم. والله كيف هيك رضيتوا علي واعطيتوني الشوت جن؟ والله شيء اسطوري. الشوت جن حلو هذا، مسافة قريبة بس لازم تقرب كثير لأنه فيه المدى واحد ناقص، لازم تقرب كثير على العدو. اوكي اجى دور اليو ام بي، هذا اليو ام بي يا اصدقائي صرفت عليه كثير عشان اخذه وما اعطوني اياه، فبليز بليز اعطوني اياه، بليز اعطوني اياه بس ده. خذ الشوت جن، طب شو رايك تاخذ الشوت جن وتعطوني اياه؟ اوكي 20 بكش بس عندنا منه. اوكي 24 ساعة كله، 3 ايام 24 ساعة يا اخي بالله عليكم. اوكي اعطونا الان 94، طب اخذنا تو سكن شو بدي فيه؟ خذ شو رايك تاخذه هو والشوت جن وتعطوني اليوم بي؟ خذ الشوت جن هذاك بديش اياه. اوكي كله 24 ساعة حط بيض. اوكي وهذا السكن اللي اخذناه من المتجر الغامض، هو سكن حلو يعني نوعا ما، يعني تقييمه تقريبا يعني بدي اقول 4 5 من 10، بس السكن هذا نادر يعني ما في ناس كثيرة جابت هذا السكن. اوكي هون خلصنا، ما ضل عندنا شيء. اوكي خلينا نطلع من هون. اوكي شوفوا السكن، والله سكن اسطوري. خلينا بس نحط السلاح اللي اخذناه، نحطه باللوبي. اوكي هذه الشنطة، الشنطة والله نسيتها الشنطة أنا. هاي ما بعرف الشنطة انا كيف باللعب، يعني كبيرة صغيرة والله ما بعرف، بس على كل حال راح اجربها بعدين، انا ما بعرف كيف راح يطلع شكلها، بس شكلها حلو هي تقريبا يعني نوعا ما صغيرة، ما بيعملوا يعني شنطة ضخمة كالعادة. فاوكي اجى دور السلاح، السلاح وين السلاح؟ يا اخي ليش حاطينه تحت؟ ليش حاط هلا اخذته انا مبسوط فيه، حطوا لي اياه فوق يا اخي. يلا انزلي 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 بليز. اوكي هذا هو هذا هو، ايوه شوف انا ما عندي له ما عندي له ولا سكن يا اصدقائي، ولا سكن، بس هذا السكنات اللي اخذناهم اليوم. اوكي والسكن الوحيد اللي عندي اياه اللي هو تبع البويا هذا، وسكن خايس صراحة. اوكي يعني عن جد سكن والله فوق الاسطوري صراحة، يعني سرعته من سرعة السكار تيتان اعتقد او اقل بشوي يمكن. فاوكي خلينا نعمل استعراض باللوبي شوفوا كيف والله، حتى الشكل وحتى السكن يعني بعيد عن الخاصية تبعه، السكن تبعه شيء اسطوري والله، وسكن كمان تبع الشاب هذا عن جد يعني شيء خرافي. فاوكي هيك بنكون ضحكنا على قرينا. نصبنا عليهم واخذنا بكمية جواهر هاي، بدل ما اشتري الاشياء الخايسة اللي في المتجر اشترينا الكروت تبع الاسلحه وتبع الحاضنه، فحصلنا على سكنين يعني سكنات اسطوريه حصلنا عليهم بدل الشغلات الخايسه اللي كانوا حاطينها هم في المتجر. فا اوكي اصدقائي ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو، واعتذر منكم كمان مره اصدقائي على صوتي والله، بس عن جد انه مريض وتعبان شوي. فا اوكي هيك بنكون وصلنا للنهايه، وكمان يا اصدقائي وصلنا لتقريبا ضايل بس 2500 مشترك ونصير 100,000. فأتمنى منكم أصدقائي تشاركوا هذا الفيديو عند أصدقائكم، وكمان تشتركوا بالقناة وتحطوا لايك لهذا الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس، ويشتركوا بالقناة كمان ونوصل 100,000 قبل نهاية رمضان. وإن شاء الله راح أوزع الهدايا اللي قلت عليها، طبعا قلت راح أعمل بث مباشر أو راح أعمل رومات
واوزع 10,000 جوهر على المتابعين. فاتمنى منكم تساعدوني بمشاركة هذا الفيديو ونشر هذا الفيديو بالفيس او الواتساب او الانستغرام. وبس هيك بنكون وصلنا للنهاية، واشوفكم ان شاء الله بالفيديو القادم. سلام.